بسم الله الرحمن الرحيم، عليه نتوكل وبه نستعين. طلبتي الأعزاء، بكل تقنيات الطاقة شخبه القسم العام الفصل الأول المادة اللغة العربية، اليوم بتاريخ 9 شوال 1441 هجرية الموافق 1/6/2020. نلتقي اليوم المحاضرة الخامسة لتكملة المحاضرة الخامسة التي بعنوان البناء والإعراب. في الجزء الأول من المحاضرة أخذنا العنصر الأول اللي هو تعريف المعرب والمبني، والعنصر الثاني علامات الإعراب الأصلية والفرعية. عرفنا في الحصة الماضية علامات الإعراب الأصلية، اليوم نكمل بقية المحاضرة ونعرف اليوم علامات الإعراب الفرعية. علامات الإعراب الأصلية كما ذكرناها في الحصة الماضية اللي هي 4 علامات أصلية. علامات الإعراب الأصلية 4، علامات الإعراب الأصلية 4 اللي هي الرفع والنصب والجر والجزم. الرفع والنصب والجر والجزم. علامة الإعراب الأصلية الرفع اللي هي الضمة، وللنصب الفتحة، وللجر الكسرة، وللجزم السكون. هذه علامات الإعراب الأربعة الأصلية. هذه العلامات الأربعة الأصلية هناك علامات فرعية تنوب عنها. هناك علامات فرعية تنوب عنها وهي 11 علامة. 11 علامة فرعية تنوب عن العلامات الأربعة الأصلية. ينوب عن الرفع 3 علامات. ينوب عن الرفع اللي هي الضمة، ينوب عن الضمة 3 علامات فرعية، الواو والألف وثبوت النون. وينوب عن الفتحة اللي هي علامة النصب، ينوب عن كذلك 3 علامات فرعية هي الألف والياء والكسرة وحذف النون. وينوب عن الكسرة اللي هي علامة الجر، ينوب عن علامتان هي الياء والفتحة، الياء والفتحة. وينوب عن الجزم وهي علامة إعراب السكون عن السكون، ينوب عن الجزم وعلامة إعراب السكون اللي هي حذف حرف العلة وحذف النون، حذف حرف العلة وحذف النون. هنا قلنا ينوب عن الضمة 3 علامات فرعية، وينوب عن الفتحة 3 علامات فرعية، هذه 6. وينوب عن الكسرة، ينوب عن الكسرة، ينوب عن الكسرة علامتان اللي هي الياء والفتحة، الياء والفتحة، هذه 8. وينوب عن الجزم، ينوب عن الجزم اللي هو علامتان حذف العلة وحذف النون، هذه 10. هنا 3 عن الضمة، وأربعة عن الفتحة، 4 علامات عن الفتحة 7، وعلامتين عن الكسر 9، وعلامتان عن الجزم 2 = 11. إذا 11 علامة فرعية، 11 علامة فرعية تنوب عن العلامات الأصلية. هنا العلامة الأصلية عندما نقول مرفوع بالضمة، مرفوع بالضمة، هنا هيصبح عندي علامات فرعية، هيكون أنا مرفوع بالواو ومرفوع بالألف ومرفوع بثبوت النون. بدل ما نقول مرفوع بالضمة نقول مرفوع بالواو، مرفوع بالألف، مرفوع بثبوت النون، لأن أنا 3 علامات فرعية تنوب عن العلامات، عن علامة الرفع الأصلية اللي هي الضمة. ناخذ العلامة الأولى الحركة الأصلية، علامة الإعراب الأصلية الضمة، ينوب عنها الواو. في مثال المحمدون فاهمون، المحمدون فاهمون. هنا لما نقول المحمد فاهم، أنا أقول مرفوع بالضمة، أنا مرفوع بالضمة، لكن هنا عندما جمعت أصبح أقول مرفوع بالواو، وأنا فاهمون خبر مرفوع بالواو، إذا الواو هنا نابت عن الضمة، نابت عن الضمة. مثال على الألف، الرفع بالألف،
الألف حركة فرعية، التلميذان مجتهدان، أصل التلميذ مجتهد، فالتلميذ هنا مرفوع بالضمة، مرفوع بالضمة، فلما نثنيه يصبح مرفوع بالألف، التلميذان، فهنا مرفوع بالألف، فتقبل الألف حركة إعراب فرعية عن الضمة، ومثلها مجتهدان. مثال على ثبوت النون، المسلمون يعملون الخير، المسلمون يعملون الخير، فهنا كلمة يعملون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، مرفوع بإيش؟ بثبوت النون، وعلامة الإعراب الأصلية مرفوع بالضمة، لكن هنا نابت النون عن الضمة، فيعملون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، إذا هنا مرفوع بالواو، مرفوع بالألف، مرفوع بثبوت النون، إذا هذه علامات إعراب فرعية، علامات إعراب فرعية للرفع. نأتي للحركة الثانية، ينوب عن الفتحة اللي هي حركة النصب، ينوب عن الفتحة أربع حركات فرعية، اللي هي الألف والياء والكسرة وحذف النون. بدل ما نقول منصوب بالفتحة، هنقول منصوب بالألف، منصوب بالياء، منصوب بالكسرة، منصوب بحذف النون. أمثلة عليها. مثال على منصوب بالألف. مثال الأول، احترم أباك. فكلمة أباك هنا، أباك مفعول به منصوب، أباك مفعول به منصوب. النصب الأصلي منصوب بالفتحة، لكن هنا منصوب بالألف لأنه من الأسماء الخمسة، الأسماء الخمسة تنصب بالألف، إذن هنا منصوب بالألف، إذن هنا منصوب بالألف وهي حركة فرعية، حركة فرعية. مثال على الياء، إن المعلمين متميزون. كلمة المعلمين اسم إن منصوب، اسم إن منصوب. حركة النصب الأصلية شنو؟ فتحة، لكن هذا منصوب بماذا؟ بالياء لأنه جمع مذكر سالم. المعلمين اسم إن منصوب بالياء، منصوب بالياء، إذا الحركة هنا شنو أصلية ولا فرعية؟ حركة فرعية. مثال على الكسرة، إن المعلمات محترمات، المعلمات اسم إن منصوب بالكسرة، اسم إن منصوب بالكسرة. والكسرة هنا اسم إن منصوب بالكسرة، منصوب. النصب علامة الأصلية شنو النصب؟ الفتحة، وهنا النصب شنو؟ بالكسرة، إذا الكسرة تنوب عن الفتحة فهي علامة فرعية، أنا منصوب الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم. مثال على حرف النون، التلاميذ لن يذهبوا إلى المدرسة. كلمة يذهبوا فعل مضارع، فعل مضارع مسبوق بأداة نصب لن، فأنا أقول يذهبوا فعل مضارع منصوب بحرف النون، منصوب بحذف النون. حركة النصب الأصلية شنو؟ فتحة، أنا منصوب بماذا؟ بحرف النون، معناها حركة فرعية عن الحركة الأصلية الفتحة. إذا حركات النصب الفرعية أربعة، اللي هي الواو، حركة الألف والياء، الكسرة وحذف النون. أنا الحركة الثالثة اللي هي حركة الكسرة، اللي هي حركة الكسرة اللي هي علامة الجر. فهنا مثال على ذلك، طبعا ينوب عنها حركة فرعية عن الكسرة، نقول مجرور بالياء مجرور بالفتحة، مجرور بالياء مجرور بالفتحة. مثال على ذلك، سلمت على المهندسين، سلمت على المهندسين، المهندسين اسم مجرور، اسم مجرور، مجرور بماذا؟ بالياء، حركة الجر الأصلية كسرة، جر الكسرة، هذا مجرور بماذا؟ بالياء، لأنه جمع جمع مذكر سالم، فهذا الياء حركة إعراب فرعية في تنوب عن الكسرة. مثال على الفتحة، سلمت على أحمد، على أحمد، أحمد اسم مجرور والجر الأصلي بالكسرة، لكن هذا مجرور بماذا؟ بالفتحة، لأن أحمد ممنوع من الصرف، مجرور بالفتحة نيابة عن الكسرة. الحركة الرابعة الأصلية حركة الجزم السكون، حركة السكون للجزم لحركة السكون، فينوب عنها حركتان فرعيتان، حركتان فرعيتان اللي هي حذف حرف العلة وحذف النون. نقول مزوم بحذف حرف العلة، مزوم بحذف النون. مثال على ذلك، مثال حذف حرف العلة، نقول ولا تمشي في الأرض مرحا، ولا تمشي، تمشي فعل مضارع مزوم مسبوق بأداة جزم للنهي، ولا تمشي، تمشي فعل مضارع مزوم، تكتب هكذا تمشي، مزوم بحرف حرف العلة اللي هي تمشي هكذا بالياء، تمشي حرف العلة المحذوف الياء، مزوم بحرف حرف العلة. حركة الجزم
خدمة هي ما هي السكون. بدل ما نقول سكون أنا مزوم بحرف حرف العلة. إذن حرف حرف العلة حركة فرعية تنوب عن السكون عن الجر. المثال الآخر اللي هو حذف النون، حرف النون. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، تفعلوا هنا مسبوق بأداة جزم لم، فتفعلوا فعل مضارع مجزوم بحذف حرف العلة، فعل مضارع مجزوم بحذف حرف العلة. فكلمة أنا مجزوم بحذف حرف العلة، جزم الحركة الأصلية شنو؟ جزم السكون، لكن هذا حذف حرف العلة نابع عن أو أصبح حركة فرعية. إذا أنا عندنا حركات الإعراب الأصلية أربعة، حركات الإعراب الأصلية أربعة اللي هي الرفع والنصب والجر والجزم. كل حركة من هذه الحركات، الرفع ينوب عنها ثلاث حركات فرعية، النصب ينوب عنها أربع حركات فرعية، الجر ينوب عنها حركتين فرعيتين، حركتان فرعيتان، والجزم ينوب عنها حركتان فرعيتان. إذا هذه عندما نجد جملة بيت شعر أي قرآنية فيها استخرج منها أو إعراب أعرب، فحتعرف أن أنا العلامة هل هي فرعية أم علامة أصلية، وسنأخذ عليها أمثلة على ذلك أو في حل التمرينات.